السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین سامع کرام، ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں چوتھا کلمہ پڑھنا سیکھیں گے. چہارم کلمہ یعنی چوتھا کلمہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا وهو حي لا يموت يموت وهو حي لا يموت أبدا 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 وهو حي لا يموت أبدا أبدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام بيده الخير بيده الخير ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير